ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر ابدروف. فيديو جديد، فيديو النهارده مروان موسى شهر 12. ثواني اشوف البتاع اذا كان بيسجل ولا لا. اوكي بيسجل زي الفل. شهر 12، طبعا انا اخترت شهر 12 ليه؟ عشان اللي كتب لي الكومنت ده كتبه لي كذا مره، اوكي، وفي واحد كتب لي في نفس الكومنت قال لي اعمل رياكت على شهر 12 لكن ما تعملش، يعني ما انصحكش بشهر 5 لان شهر 5، مع اني مولود في شهر 5، مع ان شهر 5 قال لي شهر 5 مش حلو مش هيعجبك، اوكي، فعشان كده اخترت شهر 12. هل ده معناه ان انا مش هعمل شهر 5؟ لا طبعا، ممكن اعمل شهر 5 وممكن يعجبني، الله اعلم، مش عارف، لاني ابتديت ايه ادوق الطعم الاغاني المصري شويه، اوكي، بقيت احس ان ايه، اوكي، يعني حتى اغنيه حلم عايز اقول لكم بسمعها تقريبا لحد امبارح، النهارده ما سمعتهاش. اغنيه حلم بتاعت سلايفر، الاغنيه دي انا عجباني فشخ، انا داخله دماغي هي ومروان موسى شيراتون، الاثنين دولت اللي نفسي اغنيه الثالثه بقى تخش كده، عارف، جوه. ما علينا، نبطل رغي، نخش على طول نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، عشان مستعجل، نفسي اعرف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه بصراحه. فيلا ليتس جو. هو انا الوحيد اللي بستمتع لما باجي بتفرج على مروان موسى؟ يعني مجرد الدخله بتاعته كده اللي هو في انشراح قلب، عارف، اللي هو مش عارف. شهر 12، اوكي، عين الاحتفال بنهايه السنه ولا لسه مشاكلي مش بتتحل طول ما باجي بسيرتها. ثواني، هو شهر 5 هو عامل شهر 2 تقريبا، هو ايه، هو بيغني يعني على الشهور؟ فكره جامده فشخ. شهر 2 اتقابلنا امبارح، قالت لي انا كرهتك واحنا تحت بيتها، اظن كده الرساله وصلت، كانت جايبه لي من السفر لوحتين بيكاسو برواز اسود دمها قرن فلفل، حزن بيعلى لما الشمس بتنزل، مش شغال فيديو على الموبايل عيني مش بتقفل، اخيرا وبصعوبه رحت في النوم لقيتني في الصالون، الشقه ضلمه غير اضاءه التلفزيون، قلت لها امسكي ايدي تعالي هوريكي، بصي من الشباك ورا السحاب السما نبيتي، فضلت بصالي وفي عينيها مجرات وشها شكله قريب للعياط، واحنا الاتنين بنعرق، قالت لي فعلا مفيش صور، افرض وقعنا اصلا اشمعنا، صوتها بيعلى، روح انت لوحدك لو مش خايف، روح انت ومش هتضايق، كده كده بتعمل زي ما انت عايز، روح انت لوحدك. معلش انا ما كنتش مركز، انا كنت مركز مع البتاع ده، مش راضي، مش عارف الماوس كليك بتاعه بيعمل كليكين اللي هو، معلش. رفض وقعنا اصلا اشمعنا، صوتها بيعلى، روح انت لوحدك لو مش خايف، روح انت ومش هتضايق، كده كده بتعمل زي ما انت عايز، روح انت لوحدك، مش بهزر، غالبا انت اللي محتاجها اكتر، انا عايزه وقت افكر، ضيعت حاجه غاليه، كانت اخر جمله وقامت جاريه على الطرقه، قلت لها ثانيه الدنيا بتمطر رماد، جمهور متابع من المدرجات، ضباب بينتشر في عدسات النضارات، مشيت وراها على جوه والنور بيقل، لقيتها بتشاور على الاوضه الممنوعه بغل، دي الاوضه الغامقه، كنا بنيجي وقت الخنقه، يا بنتي افهمي المكان مش مكاننا، ما سمعتنيش وايدها اتمدت على الاكرة، في نفس اللحظة اترعشت الكوبايات على السفرة، لما حاولت اوقفها اتلاشت في الضباب، اتهدت العمارة وسط سحابة من التراب، طب لو رجعت لها اللوح هتكون غريبة، مش عايز اعلقهم يفضلوا يفكروني بيها، بعدين انا كنت منشرح في الاول يا مروان، كنت منشرح في الاول، عكننت عليا ليه؟ اللي كتب لي الاغنية دي انت عكننت عليا، انا بقول مش عايز اغني تعكنن عليا، يعني انا مبسوط النهارده، انا فرحان النهارده، اوكي، عكننت عليا كده، انا المفروض اعمل رياكت على فيديوين تانيين، اعمل ازاي انا وانا كنت لابس سويت شيرت اللي هو النبيتي، كنت مقفول والصوت كان واطي، حتى واحد بيقول لي انت صوتك واطي وعلي المايك وبتاع، بس انا كنت مقفول، فاهم، فهتقفلني في فيديوهين تانيين هبقى صوتي واطي، فاللي هو ليه بتعمل فيا كده؟ يعني ليه شهر 5 انا مش هتبقى نفسك؟ لا انا عايز اسمع شهر 5 بصراحه، مش هاخد نصايح حد تاني على فكرة، حتى لو علقتهم علقهم، ده مش معناه ان هي مش عاجباني، اوكي هي عاجباني حلو، بس انا مش في المود بتاع ده، اوكي
يعني اول امبارح كنت في المود ده تقريبا، كنت ممكن اسمع الاغنيه دي وابقى مبسوط كده، اللي هو مندمج اللي عشان متضايق فاهم، لكن ما كنتش فرحان واتفرج على حاجه تضايقني على غاية فشخ. فين ما كل حاجة هنا انتهت غير البروازين، السما عالية ضيعت حاجة غالية، لو كانت سابت نفسها ورحنا في الدنيا التانية، لو كانت مسكت ايدي كنا بعدنا عن الهزة، كانش زماني في الأوضة الغامقة بتكلم عنها. راهن على كام 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 هزة في الدماغ، هزة في ثقة. ليه متأخر أوي كده؟ ليه متأخر أوي كده؟ ليه؟ أنا كنت هعيط في الحتة دي، ليه؟ أنا عايز أسمع بيز، يعني أنا كل ده أنا وحشني أسمع بوم، ليه؟ هتديني بس الحتة دي؟ عالم بخيل. بهزر اوكي بهزر، بس انا مبسوط بالحته دي، انا مش عايز اخش لاني مبسوط. ماشي. هزة في الدماغ، هزة في ثقة النفس بتسبب ارتباك، هزة في الحيطان، هزة. اهو انا من هنا بقى ماليش دعوه باللي بيت قال، انا من هنا اسمع البيت وبس اوكي، اندمج مع البيت. هو زعلان بس انا هقعد اعمل كده، هبقى مبسوط، هو مش مشكله انت بتقول ايه. بس انا مبسوط، انا عشان كده بحب مروان موسى اصلا، يعني انا خايف اشخي برضه تاني. هزة في ثقة النفس. هزة في الدماغ، هزة في ثقة النفس بتسبب ارتباك، هزة في الحيطان، هزة من الشيطان، هزة في أرض الواقع سايبة رسمة في الحيطان، اتهزت من شهور شدت الجذور، هزت راسها بأدب لما وافقت على الظهور، هدت الأمور هدت القصور، هزة تخلي العمر ده بيتحدف بالصخور، هزة بدون حساب هزة بدون علاج. بروديوسر بروديوسر بحس ان هو بيعمل البيت لمروان موسى، هو مش حابب بس ان هو يعمل بيت، لا هو كمان تحس ان هو بيحب مروان موسى، فاللي هو بيتوصل ان هو بيعمل له حاجة، عارف انت اللي هو كده بحس كده. بس في الاول طبعا لا ملناش دعوة في الاول ده، بس تشوف القبر تقول لما بسخ، بس ستايل الاول حلو يعني، ستايل كستايل حلو، ان انت لو انت ما علينا. هزة بدون حساب هزة بدون علاج، هزة تشوف القبر تقول لي اموت واكون هناك، هزة تشوف عذاب ساعة. لا الحتة دي انا دماغي راحت في حتة تانية. بدون علاج هزة تشوف القبر. لا الحتة دي انا دماغي راحت حتة تانية، يعني انا باصص كده بس دماغي رايحة، بالنسبة لكم هيبقى شمال كده صح؟ انا دماغي رايحة كده، هيبقى شمال ايوه يمين شمال اوكي، انا دماغي راحت كده اوكي بالنسبة لكم، بس انا بالنسبة لي كده عشان شمال، ما علينا، بس هي دماغي راحت كده بالنسبة لي اوكي بالنسبة لكم كده، ما علينا دي مش مشكلتي، بس انا حاسس كده. قول اموت واكون هناك، هزة تشوف عذاب ساعات بتكون جينات، هزة ما تقدرش حتى ظروفك في الغياب، هزة في الكيان هزة المكان هزة تزود انا عايز اعيد الحتة دي بس مش هعيد اوكي عشان ايه، تفكير وتموت الكلام، هزة في الشاشات تشقلب الثبات، هزة ملهاش لازمة تحب تعدل على اللي فات، هزة في انفراد خارج النطاق، هزة الموبايل مش فارقالي على الإطلاق، هزة في الضمير تحدد المصير. الحلو ان هو بيغني وهو عيني مكشر وانا عمال اضحك في ام الفيديو كله. ملهاش لازمة تحب تعدل على اللي فات، هزة في انفراد خارج النطاق، هزة الموبايل مش فارقالي على الإطلاق، هزة في الضمير تحدد المصير، هزة لو طولت يبقى المشهد ده الأخير. المصور كان رايح فين؟ يعني اللي هو هياخده فرنش كيس بقى وبتاع، ما علينا، ده كان رياكت، طبعا رياكت كله ما كانش على الاغنيه اصلا ولا على الفيديو كليب، لا كان على الفيديو كليب وكان على الحته اللي هي بتاعت الاغنيه دي، اللي هو انا كنت حزين الحته دي اوكي، بس انا تقريبا اللي قال لي انصحك بشهر 12 تقريبا هو عشان الحته دي اوكي، اللي هي اللي كان فيها البيز الداخله بتاعتها، فانا الحته دي انا عجباني، كله انا مش عاجبني اوكي، من اول البيز انا عاجبني، لكن كل ده مش عاجبني يعني، لانه مش في مودي النهارده خالص اوكي،
ده لما اكون زعلان ده هيعجبني جدا الحته دي، والحته التانيه دي مش تعجبني، مع انها برضه حزينه بس مش تعجبني لاني مش هبقى في المود. اوكي حد فاهم حاجه؟ ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، واقول لكم تشوس.